اليوم جايين نثبت انه 2 زائد 2 يساوي 5. الطلاب هسه راح يقولوا لي استاذ ترى 2 زائد 2 يساوي 4 مو 5. اقول له تعال خلينا نثبتها انا وياك، خلينا نفرض انه انا عندي 0 يساوي 0 وهذا شيء صحيح يعني مو خطا. زين راح نقول 20 ناقص 20 راح يعطيني 0 ويساوي 25 ناقص 25 هذا ايضا يعطيني صفر، فمعناها ما متجاوز من اي شيء. راح اسحب 4 من الطرف الايسر عامل مشترك، الاربعة انسحب صار عندي 5 ناقص 5 ويساوي، نسحب 5 من هذا الطرف راح يصير عندي 5 بين قوسين 5 ناقص 5. هسه راح يصير عندي اختصارات بين الطرفين، هذا القوس يختصر ويا هذا القوس، زين عندي علامة مساواة وهذا الشيء صحيح. زين راح يظل عندي 4 يساوي 5، تمام. اذا الاربعة من جايتني؟ جايتني من 2 زائد 2 ويساوي 5، واحنا هنا ثبتنا انه 2 زائد 2 ويساوي 5، واحب ابشرك انه هذا الحل خطأ. اكو خطوة من الخطوات سويت بيها عملية خطأ، اريدك انت بالتعليقات تكتشفها.